هذا البرنامج برعاية ختام ومسك الختام فعلا القرآن الكريم والابتهالات والإنشاد الديني. أنا شخصيا من عشاق الابتهال تحديدا كمان في شهر رمضان، دايما قبل الفطار تلاقيني كده مشغلة إذاعة القرآن الكريم أو حتى بشغل ابتهالات على الموبايل. أجواء رمضان الجميلة لازم تكتمل بالابتهالات والشعائر الدينية الجميلة، فاسمحوا لنا ان احنا يكون ده مسك ختامنا ليلتنا النهارده في ليالي رمضان. واسمحوا لي كمان اني ارحب بضيوفنا اللي منورنا النهارده، فضيله الشيخ عنتر محمد وهو قارئ ومبتهل. اهلا بحضرتك يا فضيله الشيخ، وكل عام وانت بألف خير. وانت حضرتك بخير يا رب. وكمان فضيله الشيخ علي مديان وهو مبتهل. اهلا بك يا فضيله الشيخ، كل سنه وانت طيب. حضرتك صح السلام ان شاء الله. حضرتك نورتونا، وخير بداية طبعا نستمع إلى كلمات القرآن الكريم من فضيلة الشيخ عنتر، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. الله الله يا فضيلة الشيخ، أحسنت وربنا يبارك في صوتك الجميل ويجزيك ألف خير يا رب. وفعلا شهر رمضان الشهر الذي أنزل فيه القرآن، بعد الصوم يعني يمكن من أجمل وأحب العبادات هي قراءة القرآن، لأنه ده شهر القرآن، فعلى قد ما تقدروا تدبروا وفهموا. يمكن الناس فضلت الشيخ سريعا كده بتحب انها
تختم كتير، واحنا عايزين ننصح الناس برضو ان هم يتدبروا ويفهموا معاني القرآن اكتر ما فكرة كم ان احنا نختم مرتين ثلاثة، ولا ايه رأيك؟ لا تمام كده. يعني القرآن زي ما بنقول كده هو شهر الذي أنزل فيه القرآن، فما أجمل أن يسمى شهر رمضان بشهر القرآن. صحيح. فياريت يعني إحنا على قد ما أنا حافظ القرآن الكريم، على قد ما أنا واعي ليه، على قد ما أتدبر المعنى بتاعه، على قد ما أقف على كل آية وأقف على كل كلمة. صحيح. ولذلك ده المعنى الصحيح اللي أنا أفهمه، ولذلك القرآن يقول لك أفلا تدبرون القرآن. ربنا أمر بذلك، وربنا أمر في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طيب خلينا بقى، طبعا انا في وجود مشايخ اجلاء زي حضراتكم بصراحه ما ببقاش حابه اتكلم، ببقى حابه اتمتع ومتع حضراتكم بالابتهال والقران الكريم ونستمتع باصواتهم الجميله. فشيخ علي ابتدي بقى سمعنا الابتهال، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا خير من عرف الإله بفضله، يا خير من عرف الإله بفضله، يا بهجة الدنيا ونور خطاها، فبحق دمدمة الحروف وسرها لم يحصها إلا الذي أوحاها، وبحق من ألقى الجبال رواسيا والأرض قدر قوتها ودحاها، لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبع كنت أنت يا رسول الله سماها. على سيدنا محمد، الله يفتح عليك. والله فضيلة الشيخ أحسنت. ومن أجمل فعلا الأشياء اللي الواحد بيستمتع بيها هي الابتهالات، وتاريخنا بقى في الابتهال فضيلة الشيخ طويل. نعم. قولي كان مثلك الأعلى وانت صغير، حتى كنت بتحب مين في والله من المبتهلين؟ عندنا شيخ نصر الدين طبار رحمه طبعاً الله، الشيخ النقشبندي ربنا يرحمه يا رب، الشيخ محمد الهلباوي، عندنا النقشبندي طبعا كلهم أعلام وكلنا اتعلمنا منهم وزينا نتعلم منهم رحم الله جميعا. يعني وعندنا برضو الشيخ علي الحسيني برضو رحمه الله، الشيخ علي الزاوي، وفي على الساحة برضو الشيخ منتصر أقرط، وناس كتير يعني بنتعلم منهم وزينا نتعلم منهم. صحيح. وعارف أجمل حاجة الواحد بصراحة يعني بيتمناها من ربنا سبحانه وتعالى، أنا وأنا بسمع القرآن الكريم حسنات جارية، يعني نعم. يعني كل بتضعف شيوخنا الأجلاء رحمهم الله وانتقلوا الى جوار الله سبحانه وتعالى، ولكن سبحان الله صوتهم يعني الواحد ربنا ينعم عليه ويسيب حسنات جاريه بعد وفاته، ربنا يجعلنا يا رب كده من اصحاب الحسنات الجاريه بعد حسن خاتمه ان شاء الله. هتسمعنا ايه بقى فضيله الشيخ؟ ابتهال حاجه كده برضو عن رمضان برضو ان شاء الله. اتفضل. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وعلى الإيمان الكامل والسنة توفنا توفنا وأنت راض عنا يا رب. النور عم الكون بالقرآن، والخير زاد الأرض في رمضان، والملك والملك والملكوت هلل مرحبا أهلا بشهر الخير والإحسان، شهر الصيام شهر القيام، على الأيام قد فضلا حقا، وفيه كتاب الله قد نزلا، وليلة القدر وليلة القدر فيه الله فضلها عن ألف شهر، وفيها الخير قد نزل. سيدنا النبي صلوا عليه صلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسنت فضيلة الشيخ ما شاء الله، اللهم بارك على الصوت والإحساس، وربنا يجعلنا كده دايما من أهل القرآن، وإن احنا نعود ودنا على الإبتهال. أنا بحس كده إن الواحد في رمضان بيغسل قلبه، بيغسل ودانه، بيغسل كل حواسه، وإن احنا نعود كمان فضيلة الشيخ علي على أطفالنا، إنه دايما يكون عندنا صوت القرآن الكريم في البيت والإبتهالات والكلام ده، متهيألي هيخليهم هو ده أسلوب حياتهم. أكيد. تعود. صح كده؟ أكيد يا أستاذة. أنا يعني تعالى مع حضرتك كده بعد إذن حضرتك. أنا بختلف بس مع الإنسان اللي يقول مثلا بإن القرآن هيحفظ شقتي مثلا، فتلاقيه جايب مصحف يحطه في الشقة عشان القرآن يحفظ الشقة، أو يجيب يقول لك لسه شارع عربية فأجيب فيها مصحف عشان يحفظ العربية مثلا، أو مكان جديد فأجيب مصحف عشان نحطه فيه. طب ما أنت تجرب، طالما أنت عارف بأن القرآن هيحفظ شقتي ويحفظ بيتي ويحفظ المكان الجديد، طب ما تجرب حط القرآن في قلبك وشوف هيحفظك ولا مش هيحفظك. يعني سبحان الله يبقى متعجب أنه يحفظ جماد، طب مش هيحفظ الإنسان؟ مش هيحفظ البشر؟ أكيد هيحفظ البشر. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ناخد في الوقت شوية، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حبب الإنسان اللي هو حفظ ولديه القرآن، حفظ ابنه القرآن الكريم. فيجي الإنسان لما يحفظ ابنه وحفظ بنته القرآن الكريم، يجي يوم القيامة له جزاء. في 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 الإمام المستدرك، رواه الإمام في المستدرك، والإمام أحمد ابن الإمام أحمد في مسنده، الحاكم في المستدرك والإمام أحمد في مسنده، حديثين قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا، والرواية الثانية: ألبس يوم القيامة تاجا. ونكمل اللي بعده: وألبس والديه تاجا ضوءه كضوء الشمس في ضحاها لا يقوم به أحد، فما بالنا بالذي عمل به. حديث سيدنا النبي محمد، ده إذا كان القرآن يوم القيامة هيلبس أبويا هيلبس أمي تاج يوم القيامة، تاج من الرفعة، تاج من الهنة، تاج من السعادة، عشان بس حفظوني القرآن، فما بالي أنا إذا كنت حفظت القرآن، فما بالي أنا إذا داومت على القرآن الكريم، حالة يبقى عامل إزاي. ولذلك يعني دايما يقولوا كده في أهل الشعر كده دايما، يعني قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الغدى بستانا، رفعوا كتاب الله
ارفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليصير نورا في الظلام فكان زرعت حروف النور بين شفاههم زرعت حروف النور بين شفاههم لتصير نورا لتصير نورا لتصير نورا في الظلام فكانا يا رب أكرم من يعيش حياته يا رب أكرم من يعيش حياته لدراسة القرآن لدراسة القرآن لا يتوانى قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليصير نورا في الظلام فكانا يا رب أكرم من يعيش حياته لدراسة القرآن لا يتوانى. الله الله ربنا يجعلنا من أهل القرآن يا رب دايما. فضيلة الشيخ عنتر احنا عايزين نستمتع دايما بأصواتكم الجميلة. هتسمعنا بتهل؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي في هذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا سارت دموع العاشقين تسيل صلي على حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على المزمل صلى الله عليه وسلم صلى الله على المزمل صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على المدثر صلى الله عليه وسلم صلى الله على المدثر
المدثر صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على ياسين صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي الهدى صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احسنتوا واطربتوا قلوبنا واذنا ونورتونا وشرفتونا. انا شخصيا كنت مستمتعه بس للاسف وقتنا خلص، وان شاء الله دايما فقرة الإنشاد الديني والقرآن الكريم هتكون موجودة معنا دايما في ليالي رمضان. بشكركم شكرا جزيلا الشيخ عنتر محمد القارئ والمبتهل، جزاك الله خيرا ونورتني، ومنا ومنكم، والشيخ علي مدين القارئ والمبتهل كل سنة وانت طيب وأحسنتم ونورتونا، وكل سنة وكل حضراتكم طيبين ودايما معنا على الخير متجمعين. مفيش أجمل من كده ختام، يعني ربنا يا رب إن شاء الله يتقبل منا جميعا صالح الأعمال في الشهر الكريم، ونشوفكم إن شاء الله على ألف خير إن كنت من أهل الدنيا بكرة في ليلة جديدة من ليالي رمضان على قناة مصر الزراعية، وإلى اللقاء.